الله يحييكم جميعاً. نحن بيت الحكمة الآن في ضيافة الوقف وفي ضيافة أخونا فيصل العبدلي، يشرح لنا عن الوقف ويعطيكم فكرة، ولا بأس من مداخلاتكم معه. تفضل يا فيصل. أول شيء حياكم الله، يا مرحباً، نورتم والله المعرض. أنتم في معرض وقف الرحمة جمعية عروة، أكيد في الفترة الماضية البرنامج سمعتم عنها كثير، وأنتم ما شاء الله تبارك الله خير من قام بهذا الأمر وذكر الناس فيه. جمعية عروة عندهم هذا الوقف، وقف الرحمة، رحمة بالفقير وباليتيم، عسى الله يرحمنا برحمته. الراحمون في الارض الراحمون يرحمهم الله سبحانه وتعالى. هذا الوقف الطيب يا رب لك الحمد، واللي الجمعيه تنتظر باذن الله انه يكتمل في ذي القناه المباركه وغيره، مصارفه في هذه الامور، الايتام وكافل اليتيم في الجنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الارامل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وعلى المريض وعلى الطالب وعلى تفريج الكرب، من فرج كربه فرج الله عنه كربته على مسلم، فرج الله عنه كربه من كرب من قيامه. والفقير، وفي الحمد لله يا رب لك الحمد اسهم متعدده، في سهم للشخص يقدر يحطها عن نفسه، سهم الفرد 250 ريال، في سهم للوالدين 500 ريال، في سهم للراحم واسرته 750 ريال، وفي ايضا كفاله متر مربع، وفي كفاله، وفي سهم الراحمون 20,000 ريال، وفي شقه كامله ب 200,000 ريال. هذه كلها الاسهم متعدده يا رب لك الحمد، بالقليل وبالكثير، واللي عند الله سبحانه وتعالى عظيم، وله اللي بيضيع باذن الله جهد من بذل وقدم. الوقف هذا يا ربك الحمد جلس يتقدم احسن احسن، وحنا امنا بالله سبحانه وتعالى، ثم بهذه القناه، ثم بمن يشاهدنا، وبوجودكم ابائي الكرام وضيوف بيت الحكمه معنا في هذا المعرض، ان الله سبحانه وتعالى يبارك في جلستنا الدقائق هذه، وتصل باذن الله للمكان اللي ابغاها تصل لكل من شخص يشاهدنا. لان الموضوع يا ربك الحمد اليوم اسهل من السهل يا ابو سليمان، يعني انتم شهدتم زمن ماضي، ويمكن وقفتم على احداث، وانا ودي والله اسمع يعني تعليقكم على هذا الموضوع، كيف كان مساله ان الانسان يتصدق ويقدم؟ امر صعب ومشقي ومتعب، وينتقي ويبحث ويسال عن الشخص المستحق. واليوم يا رب لك الحمد احنا في الجمعيه جبنا الموضوع باسهل ما يكون، وهذه الجمعيه ذكرتها امس مع ابو عبد الله، والحين اذكر فيها، هذه الجمعيه حاصله على المركز الاول يا رب لك الحمد في سنوات قريبه في السلامه الماليه. يعني الشخص الان اللي بيقدم ماله هو متاكد تماما انه بيوصل للمصرف الصحيح، ما يضر شيء، الان يفتح جواله يدخل معي على المباشر، الان يدخل معي على المباشر في ثواني، ويدخل على الجمعيات الخيريه، يكتب جمعيه عروه الوقف الخيري ورا بعض، تجيها على طول سلسه يا رب لك الحمد، ثم يدخل السهم اللي يبغاه، ان 250 يا رب لك الحمد، وان زد زادك الله، وان كانت اقل فالله سبحانه يبارك، ورب درهم سبق الف درهم. انا ودي اسمع من ابو سليمان او من كلهم تسمع منهم. تفضل يا ابو سليمان. كلهم جميعا. تفضل يا ابو سليمان. ابو سليمان ودي اسمع تعليقك على الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. يا اخواننا ويا احبابنا، يا متابعين، يا مشاهدين، يا خيري، يا من عودتونا على الوقفه اللي تبيض بوجيهكم في هذه وفي غيرها. الامن الان امامكم، يعني باب فتح للخير. ان شاء الله انه ما يغلق الا وانتم كان لكم اليد الطوله ان شاء الله فيه وفي غيره. لكن انا باختصر كلامي يا طوال العمر بشيء يطري على بالي. الان طال عمرك احنا نقول الوقف، طال عمرك ايتام. الايتام هذا من هم؟ ابناءنا. لربما انه فقد والده، ولا ربما انه طال عمرك فقد واحد منهم. او مثلا طال عمرك يعني الحمد لله الخير موجود والناس الخيرين شرواكم، ولكن تخيلوا يا اخوان طال عمرك ولدك ولا بنتك يا راعي الاسره. كل ما تطلب منك واللي تبغى منك يا طول عمر الله انك يمكن تشح على نفسك وتحقق رغبتهم تعطيهم. طيب الايتام هذا من لهم؟ اذا احنا ما قمنا وسعد يعني سعينا في يا طول عمرك يعني الوقفه معهم ودعمهم، وهذا ما لهم الا الله سبحانه وتعالى ثم انتم. ثم ان هذه الجمعيات الله يبارك فيها، من ضمنها جمعيه عروه، وهذا الوقف بالذات وقف رحمه. يا جماعة الخير، والله يا أخوان ترى مرت فترات، ولا ربما الآن يا طلعمر عندك صدقة ولا عندك زكاة، وأنا أتوقع أن من ضمن المصاريف الوقف لربما أن طلعمر إن شاء الله أن يقبل زكاوات الأموال. نعم صحيح. ومجتمعنا عنده خير، يعني لو مثلا طلعمرك والله الخيرين واجدين، ممكن يجي واحد إنه لا يا هذا إحنا طلعمرك تقريبا أن في مثلا وقت معين أو كذا يجي خير شرواكم يقول خلاص كم باقي؟ قالوا هذا تراها حدثت. وانا اقول قناه بدايه والمجالس هذا اللي احنا فيها مجلس الحكمه، ترى احنا تشرفنا وسعدنا والله طال عمرك باوقاف كانت اضعاف الوقف هذا، من دون تقصير في حق الوقف هذا، مبالغ طول عمرك
وخلصت الحمد لله وخلصت طال عمرك في لحظه. فاحنا ما نقول طال عمرك، ابواب الخير موجوده، ولكن السابقون السابقون يا اخواننا تكفوا، هذا لا طال عمرك ابنائنا بناتنا يعني حرموا من الوالدين او حرموا من احدهم وما لهم طال عمرك الا انتم. ولكن سبق ان يقول طال عمرك يقول اليد العليا خير من اليد السفل، تكفوا خلوها فوق، الله يسعدكم اسعدوهم واسعدونا احنا واسعدوا طال عمرك اللي امل فيكم بعد الله سبحانه وتعالى، القائمين على هذه القناة والقائمين على هذا الوقف. وأنا من هذا المنبر أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على هذا الوقف وعلى هذه الأوقات. أنا متأكد، أنا ما أعرف والله ما نعرف الملا بسلامتهم، ولكن نعرف أنهم محتسبين عند الله سبحانه وتعالى، والله يوفقهم ومنهم من شبابنا ومن أولادنا ومن بناتنا وقائمين على مثل هذه الأعمال، هنيئا لهم. ولكن خلونا نكون إيش نساعدهم ونكافئهم، نبيض بوجيههم أمام طال عمرك الناس اللي يرجونهم. جميل جميل. الله سبحانه. عندي سؤال. جميل. الحين الاسم عروة أو خاص باسم الجمعية عروة ولا تابعة العروة الديرة؟ نعم تابعة العروة. عروة الديرة. نفس الدير. عروة الديرة. الدوادم نفس الموضوع. الدوادمي. نعم. إيه نعم. طيب هذه الربع اللي عليها فيها تعليق وجميل. المناطق هذه اللي برا أكثر حاجة منها للمدن الكبيرة. صدق. صح. لأن المدن الكبيرة فيها رجال خيرين أثرياء. ورجال يخصصون دعمهم للمناطق احياءهم مناطقهم وديارهم. احسنت. في المنطقه هذه في ديره في باديه محتاجه، محتاجه بالفعل. صدقت بالفعل في امس الحاجه. اي والله نقطه مهمه، في امس الحاجه. اللهم انا قلت هناك ناس على قد احوالها، ولا في هذيك رجال الاعمال ولا فيها من المشاريع الكبيره. والله ان انا ترى انا كنت مدري هو الاسم مجرد ولا لا، لكن هو الاسم تبع الدوادمي. تبع الدوادمي. إيه وهي بشك ترى جمعيات الآن الحمد لله ما صارت، صارت أنها تركز على المنطقة اللي فيها، لكن صارت تركز على كل مناطق المملكة. الحمد لله. يعني الخير ترى ممتد يعني. الحمد لله. إن شاء الله يستخدمنا وأنت في طاعته. أبو صالح. هلا والله. وش تقول؟ والله أنا أقول المال مال الله، والله خلق من عدم إلى وجود. أحسنت. ليختبرك مثلا إلى الجنة وإلى النار. أنت بحاجة. والعبد اللي هو الملاك جزاهم الله خير يعني ما عندهم أشغال، والله عندهم أشغال، لكن وفقوا الحمد لله بالخدمة الطيبة. فإحنا تشرفنا على كثير الحمد لله. هذا وقف عروة هذه ما شاء الله تبارك الله تراهم في حاجة شديدة، لحيث أنهم لا تقول إلا أنهم في خلق، هذه قرى وبعدين فيهم ناس ضعفاء، فالعطاء اللي معطي رب العالمين. سبحانه. أنت يا أخي احتسب لله سبحانه وتعالى، فإن الله خلق من عدم إلى وجود، والله أعطاك، والله أن ننفد كثير على الفطور وعلى يمين ويسار وعلى العاب الورعان ما يستفاد منها، لكن يا أخي هذا لك يوم الإنسان تحت ظل صدقته. المهم الإنسان ما يضيع وقته، ترى لو تقول بعض الناس يقول الله يدي والله ما نقدم قليل، إلا قدم قليل والله سبحانه وتعالى يوفرها لك وينميها لك. القليل عند الله كثير. كم من ريال مثل ما قالوا الأخوان تسبق ألوف، حالين واحد عنده ريال وقدم سبحان الله يعني ما له كل أبوه ريالين، بس قدم ريال وابقى ريال الله أكبر. وقلن فيه ناس ثانيين يعني كرما وعطهم الله مال، لكن ما يبذلون إلا القليل يعني عشرة وأقل. فإن شاء الله الوقف إن شاء الله نوشك على الانتهاء. فيا يا أخواني الإنسان يستعد لو بكر يقول والله ما أشياء والله أني أنا قبل أني بصير، يثبت الشيطان يثبطه يعني يقول بعدين بعدين، لأن الوقف يروح يأخذون هالرياجيل وأن جالس. فالمسلم يحتسب وجره على الله. سلامت الجميع. سلامك الله يبيض وجهك، وسر الله العظيم يستخدمنا وأنت في طاعته ورضاه. والحضيض من إذا دعوه الناس الخير سابق وكان من المسابقين الأولين. الوقف أمامكم معلومات على الشاشة، وهذه أرقامه، وهذا أحد سفراءه شرح لنا وشرح لكم وفتحنا لكم باب خير ودليناكم عليه، ونسأل الله أن نكون إحنا وأنتم من الدالين على الخير. قدموا لأنفسكم ما تلقون عند مولاكم، وما عند الله خير وابقى. وكما أخبركم حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم ما نقص ماله من صدقة بل يزيد بل يزيد بل يزيد. داووا مرضاكم بالصدقة، اشفوا صدوركم من همومهم بالصدقة، مشاكلكم بالصدقة، صلاح ذريتكم بالصدقة. كل علم يقربك الله تعالى ما هو بعيدا عليك إلا بخير ونور في الدنيا والآخرة. الله يوفقنا وإياكم، والآن ننتقل إن شاء الله مجلسنا الثاني. الله يجزاكم خير أخوي العبدلي، بيض وجيكم. شكرا على جهودكم يا أخي. شكرا الله والله يعينك. شكرا لكم. تشكرون وتذكرون على جهودكم.
شاشة بدار.